السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي قناة الزيتونة في لقاء جديد من الزيتونة. اليوم عقد ممثلو الشعب تحت قبة البرلمان في باردو جلسة استثنائية للمصادقة على حكومة الشاهد الجديدة، الحكومة اللي طال انتظارها واللي التحوير اللي أثار جدل طال 13 من وزارة وسبعة كتابات دولة. واليوم تم عرض هذه الحكومة على مجلس نواب الشعب مع خطاب لرئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد، وتباينت كالعادة ردود الأفعال على الساحة السياسية حول هذا الخطاب وحول الحكومة في حد ذاتها. ما تزال الجلسات متواصلة ونحن هنا لقراءة في هذه الجلسة وفي ردود أفعال النواب حول هذه الحكومة. يرافقني في هذه الحلقة ضيوفي الأستاذ رضا الكزدغلي محلل سياسي وإعلامي، مرحبا بك. وبيك وبكل المشاهدين. شكرا لك. أيضا نرحب ضيفي الأستاذ محمد القوميني عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، مرحبا أستاذ محمد. أهلا بك وتحية للمشاهدات والمشاهدين. شكرا لك. إذن بداية كالعادة دائما ننطلق بتقرير نخص فيه أهم ما جاء في هذه الجلسة، تقرير من إعداد زميلتي دليلة الخالقي. خطاب الشاهد أمام البرلمان، خطاب الوعود أم الموعود؟ نشاهد التقرير ثم نعود. كان خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم أمام مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة ضمن الدورة البرلمانية الاستثنائية لمنح الثقة لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية الجدد، محل جدل كبير عقب التحوير الوزاري الأخير الذي شمل 13 وزيرا وسبعة كتاب دولة. خطاب تطرق من خلاله يوسف الشاهد إلى أسباب هذا التحوير الجزئي الذي أكد أنه جاء بناء على تقييم موضوعي لفريق عمله وللوضع ككل، كما أشار إلى أن هذا التحوير يأتي في إطار تعزيز الفريق الحكومي. هذا ووصف الشاهد هذه الحكومة بحكومة حرب، بما هي حرب على الإرهاب والفساد وحرب من أجل النمو وحرب ضد البطالة والتفاوت الجهوي والانتصار في المعركة الاقتصادية. رئيس الحكومة تطرق من خلال خطابه أمام نواب البرلمان أيضاً إلى صعوبة وضعية الصناديق الاجتماعية التي قال أنها باتت غير قادرة على الاستمرار، كاشفاً عن جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح هذه المنظومة. كما تطرق الشاهد إلى الصعوبات التي تواجهها منظومة دعم المواد الأساسية، مشيراً إلى وجود العديد من النقائص صلب المنظومة الحالية من ضعف للحوكمة وتغيير وجهة استخدام المواد المدعمة، معلناً أنه سيتم إعادة النظر في هذه المنظومة بهدف توجيه الدعم إلى مستحقيها. كما كشف رئيس الحكومة عن حزمة من الإصلاحات التي ستشمل أيضاً تطوير المؤسسات العمومية، وأكد أن الحكومة انطلقت في وضع برنامج كامل لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والذي يقوم على مبدأ أساسي والمتمثل في الحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى مواطن الشغل. كما قال أنها ترتكز على تدعيم الأسس المالية للبنوك والمؤسسات المالية وتدعيم الحوكمة البنكية، إضافة إلى معالجة محفظة الديون المتعثرة بالبنوك العمومية ومراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم لنسب الفائدة المشطة على حد تعبيره. يوسف الشاهد شدد من خلال هذا الخطاب أيضاً على أهمية الانطلاق في بعث بنك الجهاد على أساس تشخيص المنظومة الحالية للتمويل، إضافة إلى إصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي ومراجعة الإطار القانوني المنظم للسوق المالية وإعادة هيكلة قطاع القروض الصغرى. وقال رئيس الحكومة إن حزمة الإصلاحات الكبرى المعلن عنها تحتاج إلى المزيد من العمل ومن الصبر، مبيناً أن مسار الإصلاح يحتاج رؤية متكاملة على المستويات القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى، يجب وضعها بطريقة تشاركية ومدروسة للوصول إلى الأهداف المعلن عنها بحلول سنة 2020. كما أشار رئيس الحكومة لأن منوال التنمية الجديد لا يجب أن يقوم على الاستثمار العمومي في عديد من المجالات الحيوية والاستراتيجية فقط، ولكن أيضاً يجب أن يقوم في جزء منها على الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ضرورة توفير المناخ المناسب للمستثمر الأجنبي. نشير إلى أن رئيس الحكومة شدد على صعوبة المرحلة القادمة، مبيناً أن الحكومة المقبلة تواجه عديد التحديات والمخاطر على رأسها الملف الأمني والاقتصادي. إذن مشاهدينا كان هذا حوصلة لأهم ما جاء في خطاب السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم أمام البرلمان. هذه الجلسة اللي أعلن فيها عن حكومته الجديدة في انتظار منح الثقة من أعضاء البرلمان وممثلي الشعب، وأيضا كشف فيها عن الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية للسنوات الثلاث القادمة، وأعلن أن حكومته قد وضعت خطة استراتيجية تفصيلية للخروج بتونس من الأزمة الاقتصادية. بداية نبدأ معك أستاذ رضا، كيف تقرأ هذا الخطاب؟ أنا نقرأ الخطاب على أساس أنه يعني
فرصة للشاهد في أن يقول بأنني ما زلت موجودا. وفي الحقيقة حتى لو نقرأ مضامين الخطاب هو ما زال موجودا، ولكن في صورة البروتوكول الرسمي، لأنه أين رئيس الحكومة الذي رأيناه من عام؟ أين حماس رئيس الحكومة الذي رأيناه من عام؟ أين قوة حضور شخصية رئيس الحكومة اللي أعد لخروجه في سبتمبر الفارط في عام 2016 بقوة أعلى من قوة اليوم؟ شنو ثم حسيتها ما حاجة تغيرت في طريقته؟ طبعاً على مستوى الجانب الشكلي وعلى جانب المضموني. يعني خطاب اليوم هو خطاب، هو ساعة قبل كل شيء أتى لهذا، أتى اليوم بعد ما أخذ يعني الجرين كارت، البطاقه الخضراء، اخذها من عند حزب النهضه ومن عند حزب النداء. الزوز اعطوه، قالوا له رانا باش نعديوك. يعني والغريب انه يعني اللي كان ينادي بتحوير جزئي اول من اعلن بانه سيزكي هذه الحكومه بدون استثناء مباشره. المهم انه خذا تزكيه من جهتين، ولو جاي اليوم وباش ياخذها التزكيه، حتى ولو انه عدد النواب ماهوش كبير ياسر اللي حاضر اليوم، يعني 137 نحي منهم تقريبا ربما التحقوا فيما بعد، ولكن في الفوت الكل باش يتعدى بالحد الادنى المطلوب 109 باش يتعدى، ماشي ما عندوش مشكل. هو اليوم على مستوى التوقعات ما عندوش مشكل، لذلك الخطاب اليوم جاي بيه باش يقول انا ما زلت موجود، ولكنه هل اقنع بهذا الخطاب؟ هل أقنع بذاته؟ هل أقنع بحماسه؟ هل أقنع؟ أنا أعتقد أنه اليوم كنا نشاهد رئيس حكومة باهت، يعني فقد كثيرا من بريقه من عام، فقد كثيرا من قوته في الإقناع من عام، وأتى اليوم ليقول بأنه أنا عندي ملف كبير ياسر، ملف اقتصادي، أعطاه حيز كبير من الخطاب، أراد أن يبرز به بأنه هذا هو الأساس وهذا هو الأهم، وأنا موافق في ذلك وأعتقد أنه هذا أمر طبيعي، وأعطى حيز صغير من الجانب السياسي، وكأنه يقول المعركة السياسية لعبها غيري وفصلها غيري ووضع غيري الحكومة. وتمت لأنه اليوم التحديات الاقتصادية هي الأهم على الساحة، هي الأهم، هذا الناس كل نعرفوه لكن اليوم الملف الاقتصادي اليوم هو عرض تشخيصا ولم يعرضه حلولا، لم يعرضه رؤية، عرضه الناس كل تعرف هذا، لكن اعطيني رؤية نتاعك، اعطيني اهدافك الاستراتيجية في على مدى سنة 2020 يتحدث عليها بعد 3 سنوات. انا هل التشخيص هذا نعرفوه من قبل ومر من قبل؟ يعني عمل تحديث، سيتم السعي الى تقليص العجز في الميزانيه مثلا، لكن هذه ادوات، وماذا ستفعل بها؟ ماذا ستفعل بها؟ شنو رؤيتك؟ تحدث عن المنوال التنموي ولم يعطي رؤيه في المنوال التنموي، لم يعطي، معناتها لم اليوم سمعوا في الخطاب من عامة الناس وليس من السياسيين، لكن اللي سمعوا من عامة الناس اليوم ما خذاش حاجه كبيره. نعم، خذا مؤشرات وخذا ادوات، علم بادوات ولم يعلم بادوات ستؤدي الى اي ما الى اي نتيجه الى اي هدف. فخطاب اليوم كان اقرب منه انشائي، كان اقرب منه يعني كلام مستعاد، وتعودنا عليه من عده مناسبات سابقه. اليوم ما كانش يعني حقيقة، بالرغم مما فيه من عناصر يعني إثراء من إحصائيات ومن مؤشرات، ولكن لم يكن حقيقة خطاب يتوجه إلى عامة الناس ويزرع الثقة عند عامة الناس. هو كان خطاب ليقول بأنني أنا رئيس حكومة، أريد أن أبقى إلى عام 2020، أريد أن أحظى بدعمكم، لا أريد أن تكون حكومة الفرصة الأخيرة مثل ما أشار بذلك الرجل الذي يعني وضع هذه الحكومة ودفع بها دفعا، اللي هو رئيس الجمهورية. نعم، والرجل الذي زكى هذه الحكومة بالرغم من أنه غير مطالب أن يزكيها بهكذا بكل صيغة، وهو رئيس الحزب الثاني. فالرجل اليوم جاي باش يقول راني ما زلت موجود بخطاب ما كانش حقيقة مقنع. السياسيين فهموه وحلوه، لكن عامة الناس أهبط للقهوة وأهبط لأي مكان آخر وأسألهم ماذا كان وقع خطاب اليوم. وقع خطاب اليوم عادي جدا، لم يخرج عن الأشياء المعتادة. نعم،
هذا في الشكل العام، إلى جانب أن الذي أدى هذا الخطاب أهم حاجة في الخطاب هو مسألة الحكومة ومنح الثقة. أهم حاجة في الخطاب باعتقادي، أهم حاجة في الخطاب هو هو أن يريد أشياء أن يطمئن بأنه ما زال قادرا على مواصلة المشوار، نعم، وأنه له يعني أدواته وله فريقه في هذا المعنى. الخطاب طبعا لم يتعرض إلى بعض نقاط أخرى ربما نشير إليها لاحقا، ولكن في المعنى العام لم يعني on a pas vécu l'événement اليوم، ما كانش فما حدث اليوم. نعم. مثل ما كان هنالك حدث في أعتقد 7 أو 8 سبتمبر وقت تسكيته هو ولا 5 6 في أوت تقريبا في أوت 2016 يعني مثل ما وقع تسكيته في العام ذاك كان هنالك حدث. كنا ننتظر يعني شاب عمره 41 سنة جاب رؤية جاب حماس جاء معناتها نقفوا لتونس بشعارات. اليوم شفناه باهت دخل بيت الطاعة منضوي ماشي في لعبة الحزبين الكبار اللي قاعدين يحركوا في العملية كلها، ما فماش حاجة جديدة، ما توقعناش وهو زاد أكد أنه ما فماش حاجة جديدة. نعم. وبالنسبة للكلمة اللي قالها ممكن عملت ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، منهج حكومتي ومنهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين يقول يبلغ الصادق بصدقه ما لا يبلغه الكاذب باحتياله، كيفاش تعلق عليه؟ والله باختصار كبير جدا أنا مرتاح بأنه بدأ يسترجع مرجعية مشتركة ذات بعد حضاري وتاريخي في شخص عمر بن الخطاب. الأخرين كل واحد علق عليها بما علق، لو كان ذكر ما لخر ذكر عمر بن الخطاب معروف بالحزم وبالشدة في حكمه، ما لخر ذكر ماركس قامت نفس التعليقات، المرة هذه ذكر عمر بن الخطاب بدأ بآية قرآنية وغير متعود أن يبدأ بآية قرآنية، وهذا يذكرنا بأسلوب الباجي قايد السبسي في خطاباته، يبدأ بآية قرآنية ويتهيأ لها وحتى باش ما يغلطش ولو أن غلط في مرة من المرات، ولكن المرة هذه بدأ بآية قرآنية عاد إلى عمر بن الخطاب، ولكن هذا على مستوى يعني رمزية السيمولوجية السريعة، ولكن على مستوى استعماله لعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب وضع أدوات لمحاربة الفساد، وضع أدوات ورؤية لمحاربة لتعيين العمال على أن يكونوا عمالا وليس تجارا في واقعهم، منع عليهم التجارة، منع عليهم الثراء، منع عليهم اللبس الرفاهة. اليوم هل أنه قادر اليوم باش يلتزم بمنهج عمر بن الخطاب في أن يلزم فريقه بأن يلتزم بالشفافية ويلتزم بالقوة ويلتزم بالحضور؟ نعم. ويلتزم خاصة يلتزم بنظافة اليد في أن يؤدي البرنامج الذي ونعرف أن الحكومة هذه فيها وعليها. واضح أستاذ رضا. سي محمد، ممكن نخرج من هذا التساؤل، هل يقدر اليوم الرئيس الحكومة يوسف الشاهد أن يفرض على فريقه الحكومي كل هذه المواصفات اللي هي مواصفات كما ذكر سي رضا إذا كان هو يحكي على منهج عمر بن الخطاب؟ وأيضا في نفس السياق وإحنا نحكيه على هذا الخطاب، سي رضا يقول أنه الخطاب باهت وأنه رئيس الحكومة ما كانش بنفس الحماس اللي رأيناه قبل عام في 2016 تقريبا في نفس هذه الفترة عندما تمت تزكيته لرئاسة الحكومة، حسب اعتقادك شنو اللي تغير؟ أولا خليني نبدأ من حيث انتهيتم في ذكر عمر بن الخطاب في خطاب رئيس الحكومة اليوم، وأنه قال هو على نهجه، نتمنى ذلك، يعني ربما هي في توازن مع استشهاده بكارل ماركس في الخطاب السابق، وهذا يدل لي هو منفتح على الثقافات المختلفة والإيديولوجيات المختلفة. نعم. ولكن أيضا إن شاء الله يكون كما قيل في عمر الخطاب عدلت فأمنت فنمت. عندما زاروا شخص القاه منا بدون حرس وبدون منا أبهة الملوك، يعني بالإمكان يعني يتشبث بهذا النهج وأن يصر على أن يكون عادلا وصارما، وهذا في الحقيقة ونظيف اليد كما قال سي رضا، هذه مواصفات مهمة في المخيلة الشعبية، احنا نحبه حاكم يعني مثال يحتذى به فيما يدعيه وما يقوله، وثانيا عادل معناها في قراراته وفي يجتهد بطبع اقصى ما يمكن بشريا. نعم. وايضا المهم ان يكون صارما، لان من خصائص عمر الخطاب هو الصرامه والحزم في تطبيق. نعم. ما يعزم عليه على الاقل وما يقرره. السيد يوسف الشاهد اليوم الجلسه في ظهرها جلسه
روتينية يعني روتينية نعم. معروف شو يلقي خطاب ومش تفرش سيرة الوزراء ويبدأوا النواب أنها بين مادح وزام من كل واحد من موقعه حق وباطل. يعني هذا سيناريو تعودنا عليه وشفناه في الحكومات المختلفة نعم. والغاية والنهاية هو أن الحكومة سيتم تزكيتها، وهو داخل كما قال سي رضا أيضا برصيد من الدعم يكفيه باش يزكي الحكومة. حركة النهضة بكتلتها الأولى معبرة نعم. على دعمها لكامل الفريق الحكومي. لكن سي رضا يقول أنه الدعم يعني الحكومة ستمر لكن ستكون حكومة ضعيفة. مش أولا أن حركة النهضة دعمتها مسبقا، نداء تونس نفس الشيء وهو الذي لعب دور مهم أيضا في تشكيلها وكان له النصيب الأكبر ربما نعم. في التعديل نعم. حركة مشروع تونس أيضا دعم للحكومة بحضور رمزي، خلينا ما زالوا ينكروا معناها اشتراكهم بشكل مباشر في الحكومة، ولكن عبر حتى الاتحاد الوطني الحر اللي كان عنده نوع من التوتر مع الحكومة في بيانه الأخير فوجئنا بأنه قرر دعم الحكومة. هذوما على الأقل المعلنين وفي حد ذاتهم وحدهم يكفوا، فضلا على البقية اللي هم جزء من الائتلاف الحكومي يعني أفاق والجمهوري ويعني كل واحد بالقدر اللي عنده والحزب المبادرة، يعني هذه كلها أحزاب جزء من الائتلاف الحاكم وكلها ستدعم هذه الحكومة. إذا الأساسي موجود مسبقا. الخطاب ربما أنا معناها شفته أنه هو يجاوب على تحدي طرحته المعارضة وكثير ناقدين، يعني فريق بدون برنامج، حاب يقول سي سجاد البرنامج راهو موجود، وما سمعته اليوم أنا هو تلخيص للوثيقة اللي وزعها على الأحزاب واللي سماها البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة في وفق 2020. هذه وثيقة مكتوبة وهي برنامج متكامل فيه سي رضا تشخيص، فيه مؤشرات الإيجابية اللي باش يبني عليها، وفيه ما سماه خريطة طريق الحكومة لشهدها اللي هي خريطة إصلاحات. الإصلاحات الكبرى اللي عددها رئيس الحكومة، الإصلاح الجبائي، الوظيفة العمومية، تعصير الإدارة، إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، تطوير حوكمة المؤسسات العمومية، الإصلاحات المالية، إصلاح منظومة الدعم، هذه عناوين سبعة أساسية كبيرة تمثل نوع من البرنامج فعلا الإصلاحي. المهم هل سنجد الإرادة القوية والصرامة في تطبيق له، وهل سنجد الدعم المطلوب والروح الوطنية من الأطراف المكونة للائتلاف؟ نحن كلنا نعرف اللي جزء من الإصلاحات هذه مربوط بالحوار بين الحكومة وبين المنظمات الاجتماعية، إصلاح منظومة الدعم، إصلاح الجبائي، إصلاح الوظيفة العمومية، تعصير معناها وتطوير خاصة حوكمة المؤسسات العمومية، خاصة جزء منها فاشل ومنهار ويلزم معناها جرأة، فيها جزء من الإيديولوجيا ايضا اللي نعرف قطاع كبير من المسؤولين النقابيين من المعارضة اليسارية متشبثة بنوع من الانحياز لما هو عمومي ولملكية الدولة ولنوع من الاشتراكية المتطورة تسمى اجتماعية وغيرها، وهذا في الحقيقة عنده نوع من التضارب مع مقتضيات الاصلاحات اللي جزء منها هي من مقتضيات وشروط يعني صندوق النقد نعم. الدولي اللي هو أيضا طرف مهم في تمويل السياسة الاقتصادية لتونس. إذا يلزمنا نتصارح ونقولوا بوضوح، يعني هل الأمور هذه سنمضي لها ولا لا؟ كي تقول لي مثلا مش تعمل إصلاحات حقيقية وإحنا ما زلنا باش نشوفوا تعطيل الإنتاج وتقطعان السكة ومفاوضة الناس على مخالفة القانون وترضية الناس بتشغيلهم بالسيف في المؤسسات الخاصة بعد ما خربنا المؤسسات العمومية، هذا يجعلنا نشكه شوية. يعني أنا في رأي يوسف الشاهد الآن عنده الدعم السياسي وعنده دعم البرلمان، على فكرة رأوا ساعات البعض يعتبرها جلسة شكلية ولكن هي مهمة من الناحية الدستورية لأنه هو بعد ما أخذ موافقة الأحزاب مش ياخذ موافقة البرلمان، رغم اللي البعض مازالوا يحبوا يأولوا الدستور على أساس أنه في التعديل ما يحتاج لشهداء، هو كان جريء والتزم معناها كما التزم قبله أسلافه من رؤساء الحكومات بأنه التعديل يمر عن طريق البرلمان، والبرلمان سيرضى مهما كان التصويت اليوم. فرق بين كما قلت أنت الشاب ورئيس الحكومة اللي جاي أول مرة ورئيس الحكومة اللي يحكم لمدة عام نجح في ملفات وتعثر في ملفات أخرى وعنده مصاعب وضغوطات مختلفة، يعني هذا شيء متفاهم. أيضا البرلمان الآن في عطلة،
ثم ناس مازالوا في الحج، ثم ناس في مسافرين في الخارج، فضلا على الريتم بتاع البرلمان المعروف الغيابات معناها هي القاعدة ماهيش الاستثناء. يعني أن يحضروا اليوم قرابة تقريبا أنا حسب ما شفت آخر الجلسة 150 نائب، وأن يحظى أن تحظى الحكومة بالتأييد المطلوب في مجملها، هذا هو الأساسي المهم ندخله في العمل. طيب سي محمد، انت حكيت على الدعم، انه هناك دعم سياسي موجود خلف سيد يوسف الشاهد، هذا الحزام السياسي المحيط بحكومة يوسف الشاهد هل سيكتفي فقط بتقديم الدعم والدعم اللامشروط، ام سيكون هناك تنسيقية حزبية بين الأطراف الحاكمة لتقويم وتصويب وتعديل المسار اذا تم الإخلال به، خاصة ونحن في مرحلة حرجة لا تحتمل الأخطاء مجددا في السنوات الثلاث المقبلة؟ أنا في رأيي الدعم اللامشروط هذا ثقافة انتهت، ما عاد حد يعطي دعم لحد آخر لا مشروط. معناها الناخب عنده شروطه في الأحزاب، القواعد والمؤسسات السياسية تتمرد على قياداتها وتشترط وكذا، وفي الشراكة نفس الشيء. يعني الائتلاف الحاكم أو التوافق السياسي ما يعنيش أنها الناس تتماثل، نعم، تولي معناها توابع سكر تعاود في بعضها، وإنما ثم دعم سياسي لازم، معناها مشاريع كيقولوا راه اليوم الكتل الكبيره مش صوت الحكومه. يعني يا سيد يوسف الشاهد اذا عندك قوانين عارضها على البرلمان مستقبلا، والبرنامج ربما الخطه هذه الطوارئ الاقتصاديه اللي هي تنسجم اكثر مع منطقه في الحرب وغيره، احنا جاهزين لهذا الدعم في مستوى المؤسسات، لكن سيجد يوسف الشاهد وحكومته النقد من الاحزاب بما فيها الاحزاب الائتلاف الحاكم اذا كان ما وفاش بالوعود او تعثر. والاهم انا نخدم به هو انه السيد يوسف الشاهد ينتبه الى انه المشكله، انا في رايي مش مشكله اشخاص، بدليل انه تغيرت الحكومات عديد المرات والنتائج معناها في تراجع، نعم، للاسف مش متقدم. مشكله برامج اللي تحكي فيه المعارضه، مشكلة برامج، لا هي مش فقط برامج الكلام، معناها وكان يعني قريب السيد حمادي الجبالي وجزء من طاقمه الاستشاري يعرف ان حمادي الجبالي قدم برنامج بكتاب وكمان معناها موجود اليوم النسخ بتاعه خرج هو والنسخ بقى، وكل حكومه عندها من البرامج المحبره والمكتوبه الكثير، وهذه الاحزاب بيدها تدعي عندها برامج هي تعمل لوائح في مؤتمراتها لا ينظر اليها بعد انتهاء المؤتمر. المشكله مش نظريات فقط، ثم رؤيه معناها الى حد ما تعبر عليها في خلال هذا البرنامج، يلزم كما قلنا الإرادة السياسية القوية، نعم، والمسؤول السياسي يمضي فيما هو يجتهد فيه ويتحمل مسؤوليته، نعم، يخفق ولا ينجح. واضح أستاذ محمد. باش ننتقل الآن إلى ردود الأفعال للنواب البرلمان بعد خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد في هذا التقرير من إعداد زميلتي شيماء الوسليتي، ثم نعود. جلسة استثنائية خصصت اليوم الاثنين لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد المقترحين ضمن تحوير الوزاري الأخير في حكومة الوحدة الوطنية التي كان قد أعلن عن تركيبتها رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأربعاء الفارض، تركيبة حكومية أكدت بعض الكتل النيابية عن مساندتها وتزكيتها. سنصادق على هذه الحكومة رغم اللي ربما كان عندنا موقف من بعض الوزراء وكتاب الدولة اللي تم اقتراحهم فيها من طرف السيد رئيس الحكومة، لكن تلك طبيعة العمل الجماعي وذلك طبيعة العمل المشترك، وهذاك معنى حكومة الوحدة الوطنية اللي مش حكومة حزب واحد وما ثم حتى حزب عنده الحق باش يفرض إرادته أو يفرض رسالته على غيره. نحن سنزكي هذه الحكومة وسنصارق على تقريباتها، لكن مع التنبيه إلى ضرورة العمل الجدي بكل سرعة وبكل مسؤولية على حل الكثير من ملفات العالقة. احنا نشوفه في التحوير الوزاري أنه استجاب إلى أغلب التطلعات نتاع حركة نداء تونس وأغلب الطلبات اللي حثينا ومعناها وكنا نضغط من أجلها، هي خاصة أنه يكون تحوير وزاري تبعا لتقييم وتقييم شامل على مستوى عمل الحكومة بصفة عامة بكل أعضائها. ونعتقد هو أنه التحوير جاء تبعا لهذا التقييم، أنه مس أغلب الوزارات اللي هي فاعلة واللي هي معناها تهم شأن العام بصفة مباشرة، خاصة في علاقة بالمستوى الاقتصادي. مساندة عديد الأحزاب لهذه الحكومة لا يخفي نقد البعض لها من حيث كفاءة أعضائها وتراجع حضور المرأة فيها، ناهيك عن برامجها. اليوم اختار بعض الكفاءات ما نجموش نشككوا فيها، في الداخلية، في الدفاع، في المالية، في الطاقة والمناجم، كفاءات وطنية بامتياز حتى إنسان ما ينجم يشكك فيها، لكن ثم كفاءات أخرى ما خذتش حجمها
وخذوا أماكنها وزارات أخرى وزراء أخرين نتيجة محاصصة حزبية بامتياز. النقطة السلبية الكبرى أيضا الغياب الكبير للمرأة وتمثيلية المرأة والتراجع في 43 عضو حكومة نلقاو 6 فقط. أنا في اعتقادي رسالة سلبية. برامج هي نفسها حتى كي لاحظتوا سي يوسف الشهيد حتى في المداخلة نتاعو ما لقيتش هكا الحماس وكلا تحسوا ذليل تحسوا مكسري له خاطره فهمت. خاطر بالنسبة لي نحن يوسف انتهى اليوم يعني في الحكومة هذه سيء مش فاهم اللي هو يحمل في الحكومة هذه إعفاء سياسي معناتها مش حتى الإعفاء السياسي بالحكومة هذه. حضور الملف الاقتصادي يبدو واضحا حسب تصريح بعض النواب من خلال تركيبة هذه الحكومة وكذلك من خلال خطاب يوسف الشاهد أثناء جلسة المصادقة هذه. التحوير الوزاري كان معناها متجه إلى ملف وملف كبير جدا هو الملف الاقتصادي. أغلب الحقائب الوزارية الفاعلة اليوم هي حقائب وزارية متعلقة بالشأن الاقتصادي اللي هو أولى الأولويات اليوم، ونأمل أنه يتبع هذا التحوير الوزاري حوار وطني معناه شامل من أجل الإنقاذ الاقتصاد الوطني. حكومة جاي باش تطبق السياسة نتاع صندوق النقد الدولي دو حتى في الكلام نتاعو يحكي مثلا من قبيل مش عارف اللي هو مسكين مش فاهم حتى شيء يحكي قال احنا في منظومة الدعم مثلا منظومة الدعم قال مش معقول يستشهد بواحد مش معقول واحد يعبي السيارة نتاعو بلان دونك يربح الدعم على حساب يعني سامحني كملك يعني يرفع الدعم على البنزين وعلى الغازوال وقت اللي يعني هو اوتخموندي ينقد في انه الجيل وحان الوقت باش نرفعوا الدعم على البنزين وقت اللي هو ناسي احنا رفعنا الدعم عنا عامين على البنزين. يشار الى ان تحوير الوزاري شمل 13 وزيرا و7 كتاب دوله وبذلك اصبحت الحكومه تتكون من 28 وزيرا و15 كاتب دوله بعد أن كانت تضم عند انطلاق عملها في شهر أوت من العام الماضي 26 وزيراً و14 كاتب دولة. هذا وقد أكد رئيس الحكومة أنها ستكون في الفترة القادمة بمثابة حكومة حرب وستواصل خوض نفس المعارك بالحرب على الإرهاب والفساد والحرب من أجل التنمية ضد البطالة والتفاوت الجهوي. وفي التنمية وفي مقاومة الفقر والبطالة خاصة في أوساط الشباب. إذا كانت هذه حوصلة لبعض ردود الأفعال لنواب مجلس نواب الشعب سواء كان من الائتلاف الحاكم أو من المعارضة. أستاذ رضا يوسف الشاهد انتهى اليوم، كان هذا تعليق سيدة سامي عبو، كيفاش نجم تقرأه أو كيفاش نجم تعلق عليه؟ لا أعتقد أنه انتهى، أنا أعتقد أنه مازال عنده نفس صغير ربما، وأراد أن يقول بأن ما زلت أنا موجود، تركيزه على 2020 كرمزية يحب يقول أنا ما زلت موجود، ما زال عندي إمكانية، عنده نعم. فرصة اللي صغر له شوية من الحظوظ نتاعو، مش الكلمة تاع سامي عبو بل الكلمة تاع الرئيس اللي حطه واللي حطه الحكومة اللي هو رئيس الجمهورية عندما قال هذه حكومة الأمل الأخير. وهنا يعني حاب يقول وراك على سيرفوات غراج يعني بديت باش تخرج، لكن هو اليوم ما اعتقد مازال عنده الامكانيه لو التزم بالشروط اللي كنا تحدثنا عليها سابقا، وخاصه عندما يطبق منهج عمر بن الخطاب في العدل والشفافيه والصدق والامانه ونظافه اليد في ويضع الرجل او الشخص المناسب في المكان المناسب، مش ما نقولش المراه الرجل يعني المراه لا، اما الشخص المناسب في المكان المناسب. اليوم احنا ما تحدثناش اليوم على تركيبه الحكومه. نعم. واحد عمره ما عمل الاقتصاد تحطه في الاقتصاد، عمره ما عمل الصناعه تحطه في الصناعه، وتنحيه من ملف مازال ما خداش حظه باش يخدم عليه وتهزه في ملف اخر. اعطيني الشروط والمعايير اللي اعتمدتها باش تنجم تقيم. ما قلت اليوم قمنا بعمل تقييم موضوعي. نعم. اعطينا علمنا بهذه الشروط، علاش ما علمتهاش اليوم؟ وثم حاجه ثانيه، انت عينت اليوم تعيينات جديده، التعيينات الجديده ما هي الجدارات الوظيفيه اللي اعتمدت عليها، معايير الجدارة الوظيفيه اللي اعتمدت عليها اليوم على مستويين، على مستوى القياده وعلى مستوى السياسه، حتى نعم. انك تعين فلان في المكان الفلاني وفلانه في المكان الفلاني. نحب نفهموا علاش يندرى فقط على خاطر هذاك مرشحته في اطار مصحصه حزبيه مرشح الحزب نتاعو، والا ذاك على خاطر اسمه يخرج من برلمان باش يفتح مكان في المانيا باش يدخل منه شخص اخر يدخل للبرلمان نخرجوه ونحطوه في مكان.
والا على خاطر هذاك في سياق انه يعني عنده شو نقولوا احنا عنده اداره الملف هذايا في فتره بن علي. نعم اعطينا فهمونا هذا الكل، نحن نحبوا نفهموا، احنا وقت نتكلموا على اساس نحن الشعب، نحن الراي العام، نحن الذين سنتحمل كل تبعات وكل الثقل الضريبي والثقل المالي والثقل الاجتماعي والثقل نتاع الوضعيه اللي جايه. اذا كان نحكيو على تغيير منظومه الدعم ونحكيو على نعم. قالت اليوم نايبه وثني على قولها يعني كانت دقيقه جدا، جميله الكسيكسي قالت كلمه دقيقه جدا، احنا باش نعطيوك الثقه نتاعنا كان مجلس، لكن برا ابحث عن الثقه عند الناس والثقه عند الشعب. وكلمة عميقة جدا لانه اليوم ماهوش باش تاخذ طيب باش تاخذوه النواب ما يمثلوش الشعب هما الثقة من عند الناس ايه والثقة من عند الشعب كيفاش باش تكون؟ النواب مش هما اللي يمثلوا الشعب ما اعتقدش ما عادش عندنا نواب يمثلوا الشعب عندنا سياحة حزبية سياحة في النواب ما عادش عندنا انا عندي خيبة كبيرة جدا في رؤيتي الى هذا الفريق اللي اصبح اليوم لا اكاد اتعرف عليه سامحني هذا ملف اخر ولكن انا ما اعتقدش اليوم انه الشعب اليوم يجد نفسه في نوابه والفجوة اليوم كبيرة جدا ما بين الشعب وما بين السياسيين وخاصة السياسيين الرسميين. نعم. والفجوة هذه فجوة ماشية وتزداد. نعم. واليوم رئيس الحكومة بيدو أشار إلى ذلك عندما تحدث وقال يكفيه من المهاترات ويكفيه من التجريح السياسي فيما بينكم وكأنه يريد أن يقول بأنه راوا الناس فدت منكم. ناس ما عادش قادرة باش تنجم تقبل منكم هذه المهاترات وصلت إلى مستويات عالية جدا من التوتر الذي لا يقوم على خدمة الشعب ولا يقوم على خدمة الوطن بل يقوم على خدمة مصالح فئوية ومصالح حزبية ومصالح سياسية ضيقة في كل الأحزاب الكبيرة منها والصغيرة. نعم، واحنا نقرأ في ردود الأفعال سيري ذا النائب عن الجبهة الشعبية زياد الأخضر اعتبر أنه برنامج الحكومة المعلن عنه هو جملة من الخيارات والسياسات اللي كانت تمارس في سنوات بن علي وأنها تأتي على أساس التوصيات الأخيرة لصندوق النقد الدولي. كيفاش نقرأ هذا الموقف؟ هذا ما طبيعي اللي قاعد كي نشوفوا احنا الرابور نتاع موديز في شهر اللي خرج في شهر اوت واللي يعني حط تونس في وضعيه يعني في تصنيف تراجع كبير جدا هذا امر واقع يعني واقع مهم جدا وبالتالي نعم هناك وضع صعيب هناك مؤشرات ولكن الحلول اللي مطروحه الى حد الان وهذا يطرح اشكاليه كبيره ربما تحتاج الى حلقه كامله يعني حكومات اللي جات بعد الثوره هل كانت حقيقه حكومات قادره على ان تتعامل مع التركه السيئه والتركه الكبيره الفقاعه الكبيره التي تركها المخلوع وجاءت واخذتها الحكومات اللي بعد فيما بينها وحتى انها توصل الى بر الامان وتخرج من عنق الزجاجه اللي وصلنا له الى حد الان هذا موضوع كبير ياسر اليوم مش باش نحملوا فقط الحكومه الحاليه احنا في العاشر حكومه تو مش نحكموا التسع حكومات السابقه في المساله هذه ولكن ندرك الواقع الواقع نعم الوضع صعيب بل يكاد الوضع يعني خطير جدا واليوم الوضع ماهوش مسؤولية فقط السياسيين على ذلك كنت نتحدث عن الشعب وتحدث عن عامة الناس لأنه هما بيدهم باش يتحملوا المسؤولية معاك اليوم تتنادي بقيمة العمل وتنادي بقيمة إرجاع قيمة العمل وإرجاع قيمة الإنتاجية كيفاش باش أنت كسياسي باش توصلها للرأي العام لازم يكون عندك مستعد باش يقبل منك هذايا نعم وبالتالي هو اللي باش يرفع معاك التحديات وباش يواجه معاك الحرب أو أو جزء من مثلث الحرب اللي أنت تحدثت عليه ومحاربة حرب التنمية اليوم اللي سي عليه وعدم الاكتراث اللي موجود عند الناس هذاك مؤشر أخطر على البلاد من المؤشرات الأخرى لأنه سيأتي إلى مرحلة أن الناس تولي تفكر في الهجة قبل ما تفكر في البقاء في هذا البلد وهنا خطورة غياب وضعف الوازع الوطني وضعف الحضور يعني الحضور العقلية الوطنية اللي باش تحدث شراكة بين السياسي وبين عامة الناس وهو الذي لم يحصل وسيكون معضلة من المعضلات في المستقبل إذا لم يتعامل معها السياسي بكل مسؤولية واليوم اللي شفناه اليوم
لا يؤشر بأن هناك مسؤولية كبيرة جدا من السياسيين في التعامل مع هذه المسألة، لأنهم وافقوا على حكومة فيها عدة أفخاخ وعدة إشكاليات. واضح أستاذ رضا، نفس الموقف أو نفس النائب سي محمد اللي هو السيد زياد الأخضر عن الجبهة الشعبية يقول أيضا في تعليق عليه على خطاب رئيس الحكومة الشاهد اليوم أنه تم نقل وزراء وصفهم هو بالفاشلين من وزارة لأخرى نظرا لانتماءاتهم الحزبية، شكون يقصد تقريبا وكيفاش نقراوا هالموقف هذا؟ شوف، أول حاجة حكومة الأمل الأخير هذه اللي قالها السيد الرئيس، نعم، ما أنا متأكد سي رضا اللي قالها على حكومة يوسف الشاهد الأولى حين عينت قال نفس العبارة، وهو تعبير معناها يتكرر وليس بالضرورة معناها عنده هكا هدف سياسي محدد. وهي كل حكومة إذا كان بطبيعة الحال السيد يوسف الشاهد ما أقنعش سيكون بعد رئيس حكومة آخر، معناها عادي. نتذكر سي حسين العباسي وقت تعينت حكومة مهدي جمعة والله بالضبط. تقريبا اعتبر نفس العبارة وقال لي حكومة الأمل الأخير بعد حكومتين بطبيعة الحال حمادي الجبالي وعلي العريض. يعني هذا كلام يتقال نجم نعمل منه توليدات كثيرة ونجم يكون كلام عادي، معناها رئيس حكومة يعطى فرصة أولى ويعطى فرصة ثانية كما سي الصيد من قبله، يعني وإذا ما, 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 ما أقنعش ولا جد ضرورات مش نهاية العالم، معناها الأمل دائما قائم. نعم. وتونس تواجه صعوبات بكفاءات وقدرات. نعم. اثنين، تصريحات زياد الأخضر كما تشبه شوية أيضا تكرار الشيء في غير عند رئيس الحكومة، هالكلام هذا نراجع منظومة الدعم والصناديق الاجتماعية، الكلام يتقال من ما قبل الثورة، معناها أغلب العناوين هي نفسها وهنالك التردد في اتخاذ القرارات القوية. الكلام هذا أي هذه توصيات صندوق النقد الدولي، أنا من اللي كنت في الجامعة نسمع نفس العبارات ونخطب بنفس الجمل، هذه حكومات تمارس كذا، لو سي زياد الأخضر أو غيره من الجبهة الشعبية كانوا في الحكم لفعلوا نفس الشيء، لأن صندوق النقد الدولي واحد من الآليات المهمة اللي تتحكم في التوجهات الاقتصادية المختلفة الدول مش لتونس فقط، واللي يحب يتحمل مسؤولية شعب يلزم يتعامل مع الواقع. أما نظريات هذه نبطلوا ما ندفعوش ديون تونس ونقولوا القروض اللي أعطيتها بن علي هذه فسدها ويتحمل مسؤوليته وإحنا ما نرجعوهاش، هذا كلام أيضا لا مسؤول وما عنده حتى منها مصداقية عند الناس اللي تقدر الأمور. ولذلك خلينا مكلمة، أنا في رأيي احنا ازاء مشكلات حقيقية، هل ينخرط الجميع في الحوار الاقتصادي والاجتماعي اللي طرحه رئيس حركة النهضة في قبل التغيير الحكومي في لقاء وفي نسمة خلاه جوهر الموضوع ومشاو الحكايات عنده الحق وما عندوش حق وناوي يترشح والكرافات ومش كرافات، مخ الهضره ما كانش غاديك. قال يعني ماذا بينا احنا رئيس الحكومه والحكومه ينكبوا اساسا على الملف الاقتصادي الحق. نعم. نعم. وحتى اقتراح حركه النهضه بانه التغيير يكون لسد الشغور هو لربح الوقت والانكباب على الملفات، اما كان يحب يعمل تغيير واسع ماهيش تعطل الامور وفعلا هي ستزكي الحكومه، اما قالت له نسرع سد الشغور ونكب لان تغيير الاشخاص في نهايه الامر ما هوش هو الحل. معناها تغيير السياسات، تجسيم الإرادة، قداش قلت لك من أشياء، مش قلنا المؤسسات معناها منابع الثروة وشنو حطها تحت حماية الجيش وما عاد حتى حد كذا، لكن تشوف بعد معناها تطاوين تكرر الأمر في قبلي وربما يتكرر في بقعة أخرى وما زال هذا التردد عند الحكومات وهو المشكل الحقيقي. نعم. الحكومة يوسف الشاهد اثنين هي في الحقيقة مش حكومة جديدة، هي استمرار للائتلاف الحاكم، زاد تعزز ربما رمزيا اكثر بانه مشروع تونس حط نقولوا احنا ساق في الحكومه، الوطني الحر بدا يراجع في علاقاته بال 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 بالحكومه. هذا حركه النهضه موقعها ثابت في هذا الائتلاف؟ من حركه النهضه؟ حركه النهضه حزب رئيسي في البلاد وهو الثاني في الانتخابات وهو الاول الان في البرلمان، وهذه منطق المحاصر كذلك في رأيي. وهو اضعف في التمثيل الحكومي. لا مش اضعف، حركه النهضه معناها عبرت اكثر من مره على انها تهمها المصلحه الوطنيه، ثم وزراء تعينوا مستقلين وعلى راسهم وزير الداخليه السابق، وبعض الاعلام الكل قالوا حركه النهضه شاده فيها، يعني ووزير العدل قال عليه نفس الكلام، واي معناه وربما سيقال الكلام هذا لاحقا على يوسف الشاهد. حكومه معناها حركه النهضه فعلا
قاعدة تمثل وتعبر للشعب التونسي بوضوح أن مشكلتها فعلا ليست المنصب. نعم. ولم تطالب بحجمها السياسي. لكن حركة النهضة ما تنجمش تتفسخ تماما من المشهد. يعني هذه حكاية المحاصة معناها كلام حق يراد به باطل. كل الحكومات في العالم تبنى على محاصة معينة. يعني ما أخي مش يصوت له شكون سيادته في البرلمان اليوم؟ معناها الناس اللي يحبوا يزايدوا ويقولوا نعملوا حكومة على شهويهم هما، أخي هما مش يصوتوا في البرلمان؟ ما فما نواب تاع النهضة ونواب تاع النداء ومش يسمعوا الكلام ومش يعني يقرعوهم معناها زملائهم كيفاش كذا، ولكن ما نتأثروش بالخطاب. أنا في رأيي هذايا الانتخاب أو الشعب اللي أنه اللي يبدأ يتفرج ينجم يقول اللي يحب، لكن اللي ساقوا يقول احنا في الركاب واللي 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 واللي, واللي ساقوا على الجمره واللي متحمل مسؤوليه الشعب هو اللي معناها يشعر بال 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 بالتحدي ويشعر بالمسؤوليه. واحنا نعتقد بان السيد يوسف الشاهد اخذام ما يلزم من الدعم السياسي في البرلمان وخارج البرلمان هو ايضا يجب يثبت امور ويجب يقف كما قال المره الاولى وتكون حكومته فعلا حكومة لحل المشاكل مش لإدارة الأزمة ولا لتأخيرها. نعم. لأن لن يشفع له. نعم. ولن ينفعه. واضح. إذا كان أقنع سنكون له دائما داعمين. واضح. شكرا لك أستاذ محمد. بهذا نكون اختمنا الجزء الأول من هذه الحلقة اللي حكينا فيها على الجلسة الاستثنائية عفوا اليوم في البرلمان لمنح الثقة لحكومة الشاهد الجديدة وقراءة في خطاب رئيس الحكومة. نمر الآن إلى الجزء الثاني حيث تعقد الوضع أكثر داخل هيئة الحقيقة والكرامة وبدأت الخلافات الداخلية تنتشر على السطح قبل أشهر من إتمام الهيئة إنجازها للمهام المكلفة بعهدتها ووضع صندوق الكرامة. كل هذه الخلافات كل مرة تطفو على السطح وتطرح عديد من التساؤلات، هل يقض أو تقض هذه الخلافات أو هل هذه الخلافات ممكن أن تعطل مسار العدالة الانتقالية في تونس؟ سنجيب عن هذه الأسئلة مع ضيوفي. باش يكون أيضا معايا الضيف بالهاتف الأستاذ صلاح الدين راشد عضو هيئة الحقيقة والكرامة. قبل ما نتصل به نشاهد هذا التقرير من إعداد الزميلة ملك القاتري ثم نعود. احتدت مؤخرا وتيرة الخلاف داخل هيئة الحقيقة والكرامة إذ أكد أربعة من أعضاء الهيئة وهم علا بن نجمع لرضوان غراب ابتهال عبد اللطيف والمسؤول عن الإعلام سيف السوداني أن ما ذكرته الهيئة في بيانها الصادر يوم الجمعة من تعرضها لمؤامرة من أجل إيقاف جلسات الاستماع العلنية هو ادعاء باطل يقع تحت طائرة القانون الجزائي. وأوضح الأعضاء الأربعة أن تأليب الرأي العام وداعم مسار العدالة الانتقالية على عضوة الهيئة ابتهال عبد اللطيف باتهامها بالخيانة والتآمر هو أسلوب خطير يقصد به تصفية صوت معارض على إثر وقوفها الحاسم والصريح ضد ممارسات رئيسة الهيئة على حد تعبيرهم. كما اعتبر أعضاء الهيئة الأربعة أن ما صدر عن سهام بن سدرين يعد هروبا إلى الأمام عوضا عن تنفيذ المقترحات التي توجه بها يوم الخامس من سبتمبر الجاري والتي تقضي بإصلاح الوضع داخل الهيئة في إطار برنامج إنقاذ هيكلي ومضموني تكون أولى خطواته إعادة توزيع المسؤوليات داخل مجلس الهيئة. وأكد الأعضاء الأربعة أن الجلسات العلنية هي آلية محورية في مسار العدالة الانتقالية ومكسب للهيئة بكل أعضائها ولكل الشعب التونسي ولا يمكن التفريط فيها تحت أي ظرف، محذرين في المقابل من مغبة اضطرارهم إلى رفع السرية على وثائق عديدة تفند ما ورد بالبيان. ويذكر أن الهيئة ذكرت في بيانها أن المؤامرة التي تحاك ضدها تتمثل في تسريب كم هائل من الوثائق الداخلية والمعطيات الشخصية والأوراق المحاسبية المجمعة بشكل انتقائي والخارج عن سياقاتها قصد استعمالها بشكل تضليلي يظهر أن الهيئة بؤرة فساد مالي وإداري. هذا وقد أعلنت الهيئة أنها بصدد القيام بالإجراءات القضائية اللازمة ومد القضاء بالإثباتات داعية نشطاء المجتمع المدني والداعمين لمسار العدالة الانتقالية إلى التحلي باليقظة أمام هذه المؤامرة وعدم الانخراط في حملات التشكيك والتضليل. ويذكر أن المدون ياسين العياري أكد في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك مؤامرة على مسار العدالة الانتقالية اسمها سهام بن سدرين،
مؤكدا أن هذا المسار مهدد من الداخل بحسابات وتجاوزات، متحدثا عن سيارات وانتدابات، ترضيات وعقود على غير الصيغ القانونية، ناشرا العديد من الوثائق التي تؤكد صحة كلامه. فهل ستنجح الهيئة في الخروج من بؤرة الخلاف التي احتدمت داخلها؟ وإلى أي مدى ستتمكن من إنجاح مسار العدالة الانتقالية رغم التجاذبات الداخلية؟ أصل لأهم الخلافات الأخيرة، خلينا نأكد لأنه الخلافات منذ بداية تأسيس الهيئة وكل مرة تطفو بعض الخلافات على الساحة، هذه كانت آخر المناوشات بين أعضاء الهيئة. معنا الآن الأستاذ صلاح الدين الراشد عضو هيئة الحقيقة والكرامة، مرحبا بك أستاذ صلاح. أهلا وسهلا بك. شكرا لك. إذن أستاذ صلاح، نسمع على مؤامرات وهناك أطراف أسمتهم رئيسة الهيئة السيدة سهام مسدرين لوبيات هدفها إفشال مسار العدالة الانتقالية، في حين الشق المعارض لها قرر مقاضاتها بسبب نشر إشاعات والتشهير. اليوم من يتآمر على من؟ هذا السؤال المطروح. وفي ظل هذه الحرب الضروس التي تدور بين أطراف الهيئة، يتساءل ممكن عدد كبير من التوانسة حول مصير العدالة الانتقالية في تونس، ومن المستفيد من كل هذا؟ شكرا أستاذي على تركيزك على أهمية العدالة الانتقالية في تونس. العدالة الانتقالية هي كانت خيار للشعب التونسي كامل، وبقي عامين يتشاور حولها، وفي الأخر أوجد هيئة الحقيقة والكرامة. وهي الحشرة والكرامة ما جاتش من أجل أن تكون هنالك مناصب وصراع على المناصب وصراع على القيادة وغير ذلك. نعم. ثم مسؤولية أمام الشعب، وثم مسؤولية أمام أن تتحقق حقوق الضحايا، وأن يتم المحاسبة والمساءلة وجبر الضرر للضحايا. هذه الواجبات التي هي محمولة على الهيئة. إذا كان ثم مؤامرات وإلا صراعات، احنا نقولوا اللي ما ثماش مؤامرات بقدر ما ثم خلاف الساعة. إذا نتحدث على الجانب الأول اللي هو كان ثم في بلاد ديمقراطية تريد أن تنشأ ديمقراطية، هنالك ائتلاف حصل حول قانون العدالة الانتقالية ثم حول تركيبة الهيئة في سنة 2013، ولذلك ما نجموش نقولوا أن هنالك حروب وإلا صراعات بقدر ما هنالك ربما تكون هنالك أخطاء، ربما تكون هنالك نقولوا احنا اخطاء ربما تكون جسيمه. نعم. فلا بد من معالجتها بمسؤوليه وبروح المسؤوليه وفي اطار التفاهم والتالف. احنا في جميع البلاغات اللي اصدرناها في الشهر الاخير هذا ديما دعينا الى الائتلاف حول برنامج ينقذ العداله الانتقاليه. لانه حقيقه لا يمكن ان نتعامى ونتجاهل الأخطاء اللي قاعدة تقوم بها السيدة سهام بن سدرين في تسييرها للهيئة. نقول في تسيير الهيئة سواء مضمونيا وإلا في إدارتها المالية والإدارية. نعم. مطلوب ايه؟ من الهيئة أن تكون، وهذه المبادئ التي قامت عليها والتي حددتها في استراتيجيتها في خطتها الاستراتيجية سنة 2014، هي ضرورة حماية استقلالية الهيئة وحيادها بالنسبة إلى الملفات وبالنسبة إلى الساحة السياسية. هذا مدام سهام بن سدرين تجاوزت فيه. مشاركة القضاء للعمل داخل الهيئة باعتبار أن الهيئة هي شبه قضائية وفيها حسم في ملفات فيها حقوق للناس. ضرورة أن نحافظ على استقلالية هؤلاء القضاء في هذا المجال. السيدة سهام بن سدرين تضغط على القضاء، وقد ضغطت على السيدة عفاف النحالي بخصوص مسألة تهم المالية وتهم تسيير وحدة العناية الفورية، اللي احنا حابين يكون القاضي دوره فيها محوري ودوره فيها يحقق العدالة ويحقق ديما الحسم في الملفات لصالح العدل ولصالح مصلحة الضحايا بالطبع في حدود إمكانيات الهيئة. واضح. الضغط على السيدة عفاف النحالي كذلك وإلغائها من عضوية مجلس التأديب لكي تحمي لكي تمنع حماية اللي تعدى على مجلس التأديب اللي هو السيد سيف السودان. نعم. طيب ما هي الإجراءات التي ستمضون فيها أستاذ صلاح الدين لإنقاذ مسار العدالة الانتقالية؟ نعم. ما هي الإجراءات؟ سي صلاح تسمع فيها؟
تفضل. قلت لك ما هي الاجراءات التي سيتم المضي فيها منكم انتم اعضاء الهيئه لانقاذ المسار؟ لانه بالطريقه هذه يبدو انه المسار متعثر جدا، هو كان في بدايته متعثر الى اليوم، واليوم يبدو انه هناك حتى تهديدات لممكن الهيئه في حد ذاتها. كيفاش ممكن التعامل معها؟ شنو الاجراءات او الخطوات العمليه؟ شكرا. الهيئه الحقيقه والكرامه اصبحت واقعا معاشا، وهذا علاش ربما اللي غلط البعض وما يفرقش ما بين شخصه وما بين الهيئه. الهيئه هي واقع كما الشعب التونسي وديمقراطيته وحضوره في المؤسسات المنتخبه. نعم. ما يفرقش ما بين، اذا هؤلاء لا يفرقون بين وجود الهيئه كوجود اجتماعي ووجود قانوني وفيها 600 عون يشتغل، وبين مصالح الشخصيه. ويتصوروا ان بالجلسات العلنيه عملوا، معناها نقولوا احنا كما يقولوا مشروع لأشخاصهم. لا، هذا خطأ. يجب أن يكون الغاية هي أن تتركز الهيئة في المجتمع وتؤدي دورها كما ينبغي. أما إذا كان يكون وسيلة النجاح الإعلامي تؤدي بنا إلى أن نضرب أهم آلية في العدالة الانتقالية اللي هي البحث والتقصي، يعني كشف الحقيقة. كما تعرف العداله الانتقاليه والهيئه هي عباره على اله كبرى، اول ماكينه نتاعها او اول محطه في الصناعه نتاعها هي البحث في الملفات. نعم. عن طريق لجنه البحث والتقصي. نعم. السيده سيهام بن سدرين عملت لمده عام ونصف على تعطيل اعضاء هذه اللجنه حتى لا يقوموا بدورهم وحتى تسير الملفات. وشو الهدف من التعطيل؟ شو الهدف من التعطيل؟ السيده سيهام بن سدرين لها رايها الخاص، السيده سيهام بن سدرين لها من افكارها، السيده سيهام بن سدرين لها اصدقائها، السيده سيهام بن سدرين لها طريقتها في التسيير، لها شخصيتها. هذا الكل اصبح الان مع انه ضرب الوقت نتاع انتهاء عمل الهيئه ما عادش برشا. نعم. ما نجموش نخليوها تخطئ حتى الى ما لا نهايه. واضح. اذا التعطيل الحاصل في لجنه البحث والتقصي اللي متسبب فيها السيده سيهام، ورغم ذلك احنا نشتغل ليلا نهارا وأعوان الهيئة يشتغلون بكفاءة وحيادية قدر الإمكان مع عندما لا تتدخل الأفراد، يعني اللي يحبوا يأثروا سلبيا في حدود إمكانياتهم قاعدين يشتغلوا. نعم. ولكن واضح. إذا كان مش نواصلوا في منع هذه اللجنة من أن تعمل باستقلالية وحيادية على ملفات الضحايا، فإنه مش ممكن يوصل حتى شيء من العدالة الانتقالية. هكا علاش نحن ندق نقوس الخطر للشعب التونسي كله، للشعب التونسي كله. يا عباد راكم الآن في لحظة تأسيسية كما كانت لحظة إنشاء العدالة الانتقالية. نعم. بقانونها. نعم. وبهيئتها الهيئة. نعم. الآن أصبحت في الميزان، أصبحت في الميزان لأن مهمتها الأساسية الميكانيزم الأول في عملها اللي هو البحث والتقصي أصبح في خطر. واضح. ولذلك واضح أستاذ صلاح الدين. نعم. ندعو الجميع إلى تحمل مسؤولياته. واضح. شكرا لك أستاذ صلاح الدين راشد. شكرا. عضو هيئة الحقيقة والكرامة، ألف شكر على هذه التفاصيل. إذا سي رضا، ممكن مسار العدالة الانتقالية في تونس كان اللي يميز تونس عن بقية دول الربيع العربي، وكان نقطة تاريخية مفصلية في تاريخ العدالة الانتقالية في تونس. اليوم هل تستطيع أن تواصل الهيئة هذه المسيرة بسفينة تشتعل اليوم داخليا وتطفو كل مرة الخلافات على السطح؟ باختصار شديد سيدي. باختصار شديد أستعيد ما قاله السي سلاح توا من أنه يجب أن نفصل بين الأمرين، بين المؤسسة يجب أن نحافظ عليها وبين أداء الأشخاص في داخله يجب أن يكون هنالك منظومة إجرائية وقانونية وترتيبية لمتابعة الأداء وتقييمه. نعم. بناء بالرجوع إلى ما هو ما منصوص عليه وتحميل كل واحد مسؤوليته في هذا الإطار. أنا يخوفني أكثر هو الجانب المبدئي. أنا أخشى أن الحريق هذايا ما يجيش شكون من خارج المركب ويزيد يصب عليه البنزين ويزيد يسرع في حرقانه بدعوى أنه تجاوز هيبة الدولة.
واليوم شفنا تصريح لمستشار المستشارين رئيس الجمهورية يصرح تصريح خطير للغاية، يقول بأن الهيئات أصبحت حجمها أكبر من حجم الدولة. هذا تصريح خطير للغاية. حتى رئيس الجمهورية في أنا نعطيك يعني رئيس الجمهورية وطاقمه كل اليوم، إذا كان مش تجي هالفرصة هذه باش المكتسبات الثورة من الهيئات المستقلة اليوم نضربها. قال إن ثم هيئات تغولت حتى على المؤسسات الرسمية كمؤسسة الرئاسة وغيره. نعم. فهذا خطير للغاية، لأن كل مؤسسة يجب تحفظ سياقها وتحفظ مجالها، ويجب نحافظ على الدولة ومؤسسات الدولة ولا نحافظ على الأشخاص القائمين على هذه المؤسسات. نعم. الأشخاص يذهبون وظرفيا وهم قائمون، كما قال السي سلاح توا فما عدة أخطاء قامت بها رئيسة الهيئة يجب تحاسب عليها، حتى شيء ما عاد من خب اليوم، ولكن يلزم هذا يكون احنا نرجع الرأي العام يلزم يكون على علم بكل التفاصيل. نعم. ما تكونش فيها يدخل في سياق التجاذبات والاتهامات المتبادلة. نعطيه للمؤسسات القضائية والمؤسسات المحاسبتية دورها في أنها تقوم بدورها. بيان الهيئة اللي خزرنا هذا الجمعة يتحدث على إحالة الملف كامل إلى هيئة المحاسبة. نعم. نتساءل علاش توا حالته، علاش ما حالتوش من قبل. نعم. وطلبت أنه يتعدى في أجندة 2017. أنا اللي قلقني هو أنه تأتي فرصة، تعطى فرصة لمن يريد أن يضرب الهيئات أن يمر مرورا سلسا لضرب هذه الهيئات. نعم. وبما أننا نتحدث على الهيئات، يريد لو كان نحلوا ملف كل الهيئات فقط، مش فقط هيئة الحقيقة والكرامة. نعم. هيئة الانتخابات والهيئة وغيرها. شوفوا الهيئة وش قاعد يوقع فيها، والهيكا والتناقضات نتاعها، والهيكا والصراعات نتاعها، اما على خاطر الهيكا ماشيه في سياق معين وفي ايديولوجيا معينه نخليوها ونبعدوا عليها. هذا شوفوا ما يحدث الان من تعطيل على مستوى سد الشغور في هيئه الانتخابات، ونبحثوا في الاسباب الدافعه نحو الاستقاله اللي وصلت الى هذا الاشكال، واللي تهدد اليوم في مسار المؤسسات الدوله، كل النظام السياسي، أنه يتيح كله. لأنه تعرف لو كان ما يتمش وهذه معلومة. نعم. لو كان ما يتمش الانتخابات البلدية ويوقع تأجيلها، أو مش الانتخابات على خاطرها انتخابات، ليه؟ لأن البصمة نتاع الانتخاب يعني التسجيل الحالة، إذا تمت ما عادش حتى حد يقدر يقلب النظام السياسي. يتحدث عليه رئيس الجمهورية في حديثه في النهار الأربعاء اللي فات، يقول اللي يقول وقتها. أما دابا الآن مازالت ما تمتش العملية، كل شيء ممكن. وبالتالي لابد. نعم. أننا اليوم نفتح حقيقة ملف كل الهيئات. نعم. ونبحث في أنها متغولة أو متغولة، ما هل أنها حقيقة تسير بمنطق الإدارة الحكم الرشيدة، أم أنها تسير بمنطق الكيل بمكيالين، وهذه نعطيها وهذه ما نعطيهاش، ونخبيوا الأجندات الخفية، هذه الأجندة نخبيوها باش نتحاسبوا بها. واضح سيدي ذا، شكرا لك. إذا أستاذ محمد نخلي عندك كلمة الختام فيما يخص هيئة الحقيقة والكرامة. الأستاذ سامي صدرين قال كلمة مهمة، أنه كل هذه الخلافات الهدف منها هو إفشال مسار العدالة الانتقالية، وتحديدا إيقاف جلسات الاستماع العلنية اللي كانت أثارت جدل كبير في البلاد التونسية. أنا بصراحة نقول بكل أسف وألم وحتى حزن. نعم. يعني إنسان يتابع ما وصلت له هيئة الحقيقة والكرامة ومسار العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية راهي ركن أساسي في نجاح الانتقال الديمقراطي. راهي مسألة نص عليها الدستور الصغير والكبير، وتعب تلها قوة كثيرة، لأنها ركن أساسي في المصالحة الوطنية الشاملة. بدون نجاحها هي سيبقى المسار متعطل، والأحقاد قائمة، والاحتمالات عودة القديم قائمة. يعني جزء مهم من أهداف الثورة هو أن ينجح المسار هذا. لكن للأسف المسار هذا أولا لازم نقوله لأسباب ذاتية الآن يوشك على أن ينهي الأربع سنوات اللي هي محددة ليه، والنتائج تبدو أنها ضعيفة جدا. يعني احنا ما حشناش فقط بالجلسات العلنية واللي هي أيضا ما تمش ربما الاشتغال عليها بالمطلوب. يعني الضحايا الآن هم راهم المستهدفين، هم الخاسرين، سهام بن سدرين ولا صلاح الدين راشد ولا أي واحد من الهيئة، يعني مسألة تخصه يمشي يبقى معناها. مش هذه مشكلتنا احنا، مشكلتنا مصير الضحايا. أولا الهيئة دي تم استهدافها إيديولوجيا، عندما الناس اللي شركاء
في النضال ضد الاستبداد وضحايا الاستبداد ولاو يزيدوا على بعضهم ويقولوا ما نحبوش التعويضات وقداش كيلو نضال وكل الكلام الفارغ هذاك وكذا اضر بالعمليه. ثم ثم استهداف سياسي من الناس ما تحبش الملفات تتحل وما تحبش الـ 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 المحاسبه والاعتذار والمسار هذايا وعملوا كل طرقهم. وللاسف سوء التسيير داخل الهيئه، ربما وجود اشخاص معناها عندهم نوع من التوتر، كان المفروض هذا تو شيء اللي صار صار، اما هيئه بها القوه هذه وبها الدور التاريخي للاسف تشكيلها من الاول هو اللي كان فيها الثغره، وانا كلام هذا شخصيا قلته من الاول، لكن اللي صار صار، والرئيسه كانت معناها السيده سهام بسدرين اعطيناها كل الدعم معناها المعنوي والسياسي والحضور وكذا من اجل نجاح المسار هذا ان توصل للامور. هل يمكن انقاذ اليوم ما تبقى من هذا؟ للاسف وصلنا لمستوى ركيك، انا شفت معناها الناس منهاره بسبب الحضيض اللي يوصل عليه الملاسنات. حصل لدي مع معناها شخص زهير مخلوف معناها في مرحله واستهجنوه كثير من الناس انه يوصل للوضع لغديك، لكن انه الان يتكرر ومع مجموعه كبيره معناها محتجه على 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 على, على الرئيسه، والرئيسه تهددهم بالقضاء وهم يهدوها، بصراحه هذا شيء مؤسف جدا. ان شاء الله احنا نقول العقلاء اللي عندهم اي اثر معناها بالصدع وامكانيه اصلاح الامور على الاقل ننقذ ما يمكن انقاذه، والا الامور للاسف ماشيه للانهيار، وانهيار هيئه الحقيقه والكرامه انا في رايي لن ينهي مسار العداله. هو ما زال شهور سي محمد بالنسبه لهيئه الحقيقه والكرامه، شهور وتختم مهامها، لكن هناك فرصه لتجديد الثقه مره اخرى في الهيئه. هل يمكن ان يتم تغيير جذري وشامل في الهيئه اذا كان وصلنا لمرحله ما فيش تغيير؟ فما سد شهور والتجديد للهيئه من عدمه، اولا تسديد الشهور ما تمش بسبب المناكفات الموجوده في مجلس نواب الشعب. نعم. تعرفوها الجلسه الاخيره اللي تعاملت ثم اتفاق باش يتم وافشلتها بعض الاطراف السياسيه، يعني هي هيئه مشلوله من اصلها، واحتمالات التجديد لها معناها صعبه. نعم. لانه هك تشوف احنا هيئه الانتخابات اللي هي اقل تجاذب وناس متفقه فيها وما نجمناش نجدها، فما بالك بهيئه حق الكرامه اللي هي في العقده الاساسيه للعاصفه وللخلافات. اذا هي هيئه مهدة بطبيعتها ومستهدفة، كان المفروض أنه على الأقل التضامن داخلها وحسن الأداء وإظهار بعض المؤشرات الإيجابية وجمع الكلمة أيضا السياسيين، لأن هي هيئة في الحقيقة ما هيش ضد النظام القديم ولا مع النظام الجديد ولا مع الحزب الفلاني ولا ضد فلاني، هي المفروض هيئة دستورية وطنية. نعم. للمصالحة ما ظهرتش الصورة دي، معناها ظهرت هيئه معناها في التجاذب، معناها مره تتهم مع هذا الطرف مره تتهم مع الطرف هذاك، وهك تشوف هذوما الناس كما ذكرت بعض مدونين ياسين العياري ولا غيره اللي هما اشخاص منحزين في الحقيقه للعداله الانتقاليه، ونختلف معهم بالطبع في ربما اسلوبهم وطريقتهم، ولكن معناها من الناس اللي متحمسين لتصفيه انشان القديم بالاليات اللي ترسمها العداله الانتقاليه، الان يولي يقول انه رئيسه الهيئه هي معول معناها اضرار وتعطيل المسار، هذا شيء خطير. انا قلت حلنا الوحيد اولا وهذا نختم به، راه ربما كلام رئيس الجمهوريه ومستشاريه وكذا هو مش فقط متعلق بالحقيقه والكرامه، من ثم ذاك الخلاف حول مشروع معناها ضبط الهيئات الدستوريه، احنا مع استقلاليتها الكامله، ولكن بصراحه ثم خلل ما، معناها هذه هيئه تعمل بدون رقابه في ادائها المالي والمضموني خاصه أخطر. امام الهيئه اللي عينتها، هذا مشكله لا خلاف، معناها معقول واحد يكون معناها هيئه بدون رقيب؟ هو رئيس معناها عنده مجلس عنده البرلمان اليات باش ينجم يحاسب. نعم. نعم. ومجلس النواب عنده فما اليات لمحاسبته، يعني مش ممكن الهيئات ايضا تبقى بدون جهه يعني رقابية تراقبها وعندها عليها نوع من نقول احنا النظر على الاقل، مش معناها السطو والسلطه ولا تولي فوضى. شوف القضاة اللي سلطة في حد ذاتهم عندهم نوعا ما من النظر في علاقة بالسلطة التنفيذية بوزارة العدل بالمجلس الأعلى للقضاء، يعني هيك الدولة معناها تشتغل بنوع من التضامن نوع أيضا من الرقابة بعض على بعض. أما أن نطلق الأمور بهذا الطريق، آخر كلامي نتمنى على السيدة سهام بسدرين وعلى بقية أعضاء الهيئة أنهم يكونوا متعقلين ويلعبوا دورهم التاريخي ويفهموا أنه هذه
معناها مسألة مصيرية. نعم. وإن شاء الله يلقاوا الحلول اللي إن شاء الله تخفف على الأقل هذا الألم والحزن. إن شاء الله. بهذا نختم معك سي محمد القوماني عضو المكتب السياسي لحركة نهضة. ألف شكر على هذا الحضور وعلى كل التفاصيل. نشكر أيضا ضيفي الأستاذ رضا الكزدغلي المحلل السياسي وإعلامي. شكرا لك سي رضا. إذا كنت في حلقة معنا على موضوعين. الموضوع الأول خصناه لحكومة الشاهد بالجلسة الاستثنائية التي أقامها اليوم والخطاب اللي أعلنوا اليوم في مجلس نواب الشعب وردود الأفعال وغيرها من القراءات. والجزء الثاني تحدثنا فيه عن هيئة الحقيقة والكرامة والخلافات التي تطفو على السطح والتي قد تهدد مسار العدالة الانتقالية في تونس. بهذا توفى حلقتنا لليوم. نتلقاو إن شاء الله في مواعيد مقبلة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.